الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة؟ عندما تغرقم إسكارم مرحبًا نروحكم النبي صلى الله عليه وسلم أوريكم إسكاريكوين إن الله بندى بعيرم أقيم الصلاة إسكارم مرحبًا نروحكمين إن أنا بندى يندقونه. نعم، لأنه لابد أن نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة تامة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملات السنن، ولا نأتي مبطن ومبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة. أدبا نسكارم سريام من نظر وحيكا كرتماي نظر وحيكا نبي صلى الله عليه وسلم يجنن بديك بيشوا أدير روبتين أدين ركنيكال أدين شرطوكال أدين نربند بحاجنال يللام بورنا ما يم باريتشو كوند نظر وحيكا ما يعني إقامة الصلاة إنه بريك. نعم، الصلاة تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. نسكارم رندو ينمانو ودن نربند ما ينسكارم الصلوات المفروضة الخمس تؤدى في كل يوم وليلة. نربند مايا أنجنا نمسكارين إلا دي بس ترى ندني نروحه كبرنا دار. والصلاة الجمعة في كل أسبوع. هذا بر الجمعة إلا عايز ترى نروحه كبرنا دار. نعم، الصلاة المفروضة الخمس والجمعة لابد أن تؤدى في المساجد على كل رجل بالغ عاقل. رأي بورتيا يا بنتي يلا إلا بورسلو. നിർബന്ധമായും ജുമുഅയും ജമാഅത്തുകളും പള്ളികളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. വല്ലതി അല്ലദി യതഖല്ലഫ് അനിൽ ജമാഅ ഹു മുനാഫിഖ് ളാഹിറുൻ നിഫാഖ് നസ്സലാഅഫി സ്സലാമ വല്ലാഹു അഅ്ലം. ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ വ്യക്തമായി കാപട്യമുള്ളവരാണ് മുനാഫിഖാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മെയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.